السلام عليكم. حلقة اليوم للي بيحبوا الاختراعات، بدي أعلمكم كيف تعملوا محرك بواسطة بطارية ومسمار ومغناطيس. أول شغلة بتعملوها توصلوا المغناطيس بالمسمار بالشكل هيدا، بعدين البطارية بتجيبوا شريط مزلط من الطرفين مثل ما شايفين، بتثبتوه بكعب، بثبتوا طرفه بكعب البطارية إما بشريط لاصق أو بقطعة مغناطيس بالشكل هيدا. بعدين المسمار هلأ صار ممغنط، صار ممغنط، فمجرد ما تدقروه براس البطارية بيعلق فيها. ما بدكم إلا تدقروا طرف الشريط بالمسمار. صار عندي محرك سريع جدا بس بدكم تنتبهوا كتير بيسخن المسمار، صار حامي مثل النار، بدكم تنتبهوا ما تحرق أصابعكم. حتى الشريط صار حامي والبطارية كمان شوي حميت، فانتبهوا من هالأمور لما تعملوها لحالكم. وهيدي كانت نظريا كيف تعملوا محرك بأبسط طريقة ممكنة. بتمنى هالحلقة تكون علمتكم شي جديد. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدناه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير. إلى اللقاء.